المؤسسة عندنا هذه واحد الشركة اللي خلقت في إيطاليا 12 سنة هذه، ودخلنا للمغرب باش ندخلوا لي برو لينوفاسيون للمغرب بحال الشكل ديال الرياحات اللي مانيتيك، موتور مانيتيك اللي كيستهلكوا اقل تكلفة في لا كونسوماسيون ديال الضوء، لان كما كنشوفوا المغرب غادي ان شاء الله في واحد المنطقة ديال الطاقة التجديدية والانوفاسيون. حنا حاولنا نجيب واحد البرودوي اللي الكونسوماسيون ديالو اللي ديالو كتعطي واحد الفائدة باش ما نديروش واحد الكونسوماسيون ديال الالكتريسيتي في المغرب، وما نديرو واحد الفائدة ديال البرودوي اللي يعطي نتيجة مع الأبقار. هاد الفرفارة كتعطي كنستعملوها مع دالي دوشيت اللي كنبردو البقرة بالماء، والدور ديالها باش تنشف لنا البقرة باش كنحيدوا عليها ديك لا شالور، باش كنخليو الكونفور ديال البقره يكون في واحد النطاق مزيان باش تولي مرتاحه. المعرض تبارك الله كما السنين القدام غادي دائما القدام، كاين دائما كتشوف تحسن، كتشوف الحوايج اللي مزيانين، كتلاقى مع الناس اللي كيكونوا عندهم واحد الادوار، كنستافدوا بزاف من المعرض. الله يكمل بخير، هذا ما نقوله. نتمنوا المغرب يزيد ديما القدام، والناس ديالو تكون عندهم واحد النقطه باش تكون واحد الانطلاقه من هاد لي برودوي لينوفاسيون جديده. خصنا باش نحاولوا نقنعوا الناس بان راه العالم ديال الابقار راه في الاوروب، راه زايد شويه القدام، وخصنا نجروا هاد الناس ديالنا باش يوصلوا لديك النيفو ان شاء الله القدام. هذا هو علاش تغربنا، وباش نعطيهم هاد النتائج هذه ان شاء الله. واحد ستارت اب متخصصه في البرمجه المعلوماتيه اللي تنوفروا واحد التطبيقات في المجال ديال التتبع ديال لاغاليمونتير في الفلاحه. يعني تنوفروا واحد التطبيق اللي يمكن الفلاح من يتتبع الغنم ديالو ويدير واحد يقدر يعرف شحال ديال الغنم، واش رجع عنده كامل لونتروبو ديال الموقع المرجع ديال الغنم ديالو، واش كلشي يدخل. تيمكنوا من تعرف بالديتاي فين غادي اي شكون اللي خاص ووقتاش، والديتاي ديال هذاك الغنم واش خرج مع الصباح، واش خرج مع العشيه، وفين وصل. كاع المعلومات. تكنولوجيا جديده. تكنولوجيا جديده، هي ماشي تكنولوجيا جديده في الفلاحه، مي في لي دومين الاخرين كاينه موجوده، وحنا جينا نامبليمونتيوها نستعملوها في الفلاحه. كلمه تنرحبوا كاع الفلاحه اما صغار ولا كبار، وتنصحوهم دابا مع حيت مع الجيل الاخضر كان دابا وفر لينا باش نبداو في لا ديجيتاليزاسيون ديال الفلاحه. وفر لينا الارضيه باش نخدموا على لا ديجيتاليزاسيون. هاد الاعوام كامله تبارك الله المشروع الاخضر يمكننا باش نبداو في المشاريع ديال الرقمنه في الفلاحه.